احنا امبارح اعتذرنا لانه كان في تقرير لمؤسسة روزا اليوسف اسمه سلامتك اولا، ويعني عكسنا كده وزعنا تقرير مختلف، لكن النهارده الحمد لله ومشيئتي وعفوه ورضاه ورحمته، يعني الحمد لله رب العالمين التقرير جاهز. يعني بأكد تاني على دور المؤسسات الصحفية، ومؤسسة كبيرة زي روزا اليوسف في الدور المجتمعي، يعني وليس شغل صحفي بس، لا دور مجتمعي في التوعية بحوادث الطرق والأخ. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم. فكرنا في مبادرة سلامتك أولا. سلامتك أولا تهم الفرد، وهي الهدف الرئيسي بتاع الحد من نزيف الأسفل. كان دور والهدف الأساسي إن احنا بنعمل توصيات، التوصيات ده هي حضرتك بنقدمها للمشرع اللي هو البرلمان، على أساس إن هو يبدأ من حيث ما انتهينا ونحط إيدينا في إيدين بعض لخدمة المجتمع. مجلس النواب ان احنا بنسن القوانين اللي موجودة اللي هم بيترقى لها انها ممكن تقوم بتنظيم الطرق او المواصلات او الطرق السكر الحديدية. واخيرا في مجلس النواب عندنا قانون اللي هو مشاركة القطاع الخاص، وافقنا مبدئيا على مشاركة القطاع الخاص في ادارة السكك الحديدية وممكن في الطرق وممكن في النقل. كل ذلك لابد من وجود القطاع الخاص لكي يكون هناك ثمرة اخيرة، ويكون زي بالظبط مكان أبو رجيلة بيشتغل في القاهرة في الطرق. التوصيات الآتية أن احنا إصدار قانون المرور الجديد، لكن ده يحتاج إلى أن وعي المواطن. اتكلمنا في المعدلات الحوادث اللي بتحصل على الطرق، لقينا الحوادث دي لما صنفناها لقيناها في تجاوز للسرعات، تخطي من طرق لا يمكن التخطي منها، انفجار إطارات بتاعت السيارة، بنتكلم على عنصر بشري بيوصل لحدود 90-92% من الحوادث. فاحنا بنقول ايه النهارده؟ بالنادي بان نفعل قانون المرور الجديد، نعمل ندوات وتثقيف عالي جدا للمواطن العادي. اعتقد المبادره دي بدايه، لازم تبقى كوره الثلج تزيد وتكبر، مش نعمل فعالية وتنتهي، لا عايزين تستمر. واعتقد ان احد التوصيات الموجودة ان احنا نستمر في مجال التوعية بالسلامة على الطرق. التوصيات اشترك في اعدادها عدد كبير من الخبراء، ما بين خبراء في السيارات، خبراء في الطرق، خبراء في الوعي المروري، خبراء في مكافحة الإدمان. مهم قوي حكايه المشي في الطرق دي، والواحد ياخد باله من اللي ماشي جنبه واللي ماشي وراه واللي ماشي قدامه واللي ماشي. يعني كنت من كام يوم كده بشوف عربيه محمد الجرحي، لقيتها مخبوطه من ورا ومن قدام ومن الجنب ومطبقه مش عارف ايه وبتاع، وعمري ما شفت عربيه محمد الجرحي دي مش مخبوطه. يعني اكتر واحد اشوف عربيته لقاها مخبوطه، تحس كده ان هو ماشي بقى. يعني هو المفروض كان يروح يحضر الندوه دي من اولها لاخرها كده، ويشوف التوعيه بالمرور. يا اما هو الغلطان، يا اما الناس اللي ماشيه جنبيه الغلطانه، يا اما الناس اللي يعني اكتر عربيه، والله زي ما بقول لحضراتكم اكتر عربيه اشوفها عربيه محمد الجرح، تلاقيها مخبوطه بكل حته، حتى بالكاوتش تلاقيها دريكسيون جوه تلاقيه مخبوط، ما تعرفوش مخبوط من ايه. يا اما حد بقى عين جايله جايله عين جالوت كده جايله في العربيه من ورا. الفكره في التقارير اللي زي دي انه انا ظن ان هي تاخد مساحه اكبر وتاخد توعيه اكبر. وكان الشرطه كانت عملت، الداخليه كانت عملت فيديوهات صغيره كده وبتعمل لنا توعيه، نخلي بالنا من الطريق فعلا يعني. والناس دلوقتي الموبايلات على فكره في الطريق، تبص تلاقي كل واحد حاطط الموبايل قدامه، وفي ناس حاطط تلفزيونات قدام الدركسيون كده، وفي ناس في حاجه كده في سلوكنا العام على الطريق مش مظبوطه، ولازم ان احنا نرشد المساله دي. الاستاذ عبد الصادق الشرباج رئيس مجلس اداره روزا اليوسف، بشكرك يا فندم على مثل هذه الامور، لانه اعتقد يعني اعتقد ان الحاجات اللي زي دي ليها دلاله مهمه جدا على ان احنا بنقوم بدور مجتمعي كمؤسسات صحفيه في هذا الاطار.